الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ أولا في هذه المناسبة نرفع أكف الضراعة ترحما على هذه الفقيدة، فنقول اللهم يا رب الأرباب ويا من إذا دعي استجاب، هذه أمتك قد نزلت بك وأنت خير منزل به، اللهم وسع مدخلها وآنس وحشتها واغفر زلتها، اللهم يا رب اجعلها من المقربين عندك واجعلها من الصالحات، اللهم نور قبرها، اللهم اجعلها ممن تأخذ كتابها بيمينها وارزق أهلها الصبر والسلوان، آمين آمين يا رب العالمين. ماتت هذه الفقيدة ونجتمع نحن باش نحييو القلوب ديالنا، لأن عندنا الموتى كاين الموتى الحسية هي هادشي اللي شنا دابا، وكاين الموتى المعنوية هي شحال من واحد تيتمشى على رجليه وراه ميت في المقياس عند سيدي ربي ميت. تيقول الله عز وجل في القرآن: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. أعطانا سيد ربي باش نحياو، أعطانا القرآن وقال لنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فنجتمع لنحيا الحياة ديال القلوب ديالنا باش هذا القرآن اللي سمعناه من عند الطلبة جزاهم الله خيرا اللي قال فيه سيد ربي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، معنى ما كاينش شي حاجة أصلب ولا أعظم تعطي بها سيد ربي المثل بالجبل. تيقول سيد ربي لسيدنا موسى: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. جبل تعطينا به مثال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل كيش غيطرا؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. واش حنايا تيطرانا هاد الشيء اللي غادي لو كان نزل سيدي ربي القرآن على الجبل تيطرانا ولا ما تيطراش؟ سولوا راسنا. شي واحد دخل الطاكسي وركب فسمع مول الطاكسي طلق القرآن، قال لي أجركم الله شكون اللي مات؟ مات ليكم شي واحد؟ قال لي مات. قال لي شكون مات؟ قال لي مات الضمير، مات القلوب ديالنا. واش حنا ما نقراو القرآن حتى يموت شي واحد عاد نقراو القرآن؟ خص يكون عندنا ورد ديال القرآن، وهذه نديروها من هاد الليلة هذه اللي انطلاقة إن شاء الله. فالطلبة جزاهم الله خيرا قراو الحزب. دابا إلا سولتي لواحد شحال يوم في الشهر؟ يقول لك نقول لك الفرنساوي، ولكن العربي ما عرف. خصنا يكون عندنا المعرفة ديال الشهر العربي مع القرآن، قرا جوج الأحزاب إما مجموعة وإما فرقة. فلهذا والطلبة تيقراو والأئمة ديالنا تيقراو، ما ناخذوش القضية أن راه حرفة، لأن باغي تيقراو هما وحنايا راه جالسين، زعما حنا راه موظفين، كل واحد عنده الصالير ديالو، كلنا خصنا نقراو، مع العلم أن كل واحد من الحضور عنده بورطابل، بتت نفسه في البورطابل شحال؟ اس اش سات سات ويت، وحنا سات، وكل واحد راه داير شارجمون ديال القرآن راه عنده. ديك الساعة تقول لواحد من هذاك عرفت فين شنو الصورة هذي؟ وتصيب بدل ما يكون غير هاد الأصوات ديال هاد الحضور هنايا، يكون الأصوات ديال هادشي كلشي مجموع. حيت تقول شي مناسبة ولا شي حاجة ولا شي حاجة، كلشي تينوض يجذب، كلشي تيبغي يشارك. حنا ناشطين، ما كاينش شي نشاط أكثر من القرآن، لأن سيد ربي قال فيه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وعرفوا أن كل ما بعدنا عن القرآن كل ما كانت الشقاوة، كل ما قربنا القرآن كل ما كانت السعادة. سيد ربي دار القرآن باش نسعدو. هاد السورة الكريمة قال فيها العلماء ديال سورة يوسف اللي قراو الطلبة جزاهم الله خيرا، اللي عنده شي غم ولا عنده شي هم ولا عنده شي كربة يقرا سورة يوسف يفرج عليه الله الكروبات. فلهذا نتدبروها، وغادي نعطي جوج ديال الأمثلة من هنايا ونختم إن شاء الله. فهاد سورة يوسف، حيت الإخوة ديال يوسف بغاو خوهم باش يمشيو عند الملك، أرسل معنا أخانا. شوفوا، حيت سرق قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك
سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. اشنو قال لك العلماء هنايا في المعنى ديالها؟ قال لك البشر حيت يكون شي غرض عنده فيك تيعطيك واحد المصطلحات حيت تيقضي الغرض ديالو تيغير الاسلوب ديال الخطاب. فحيت كان عندهم المصلحه قال لي اخانا، حيت انتهت المصلحه قال لي ان ابنك ولدك هذا ماشي خوكم هذاك. فلهذا هو طبيعه البشر عندك نكون حتى حنا هكا. ونختم بالمساله الاخرى، هي ان يوسف عليه السلام بعد ما عز الله فاخرجه من غيابه الجب الى غيابه الحب واعطاه الملك وبلغ واحد الدرجه العاليه، وكل سورة يوسف تتحدث عن إحسان يوسف. كان محسنا في السجن، وكان محسنا خارج السجن، وكان محسنا مع إخوته في كل حالة، وهي على درجة من الدين. في الخرج قال شنو الأمنية اللي تيطلب؟ علاش تبع الناس لربي؟ باش حتى حنا تكون الأمنية ديالنا حنا هذيك. أشنو هي الأمنية؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. حنا الأمنية شنو هي؟ هذيك الطوموبيله خصني نبدلها، هذيك كذا كذا، هذا الشيء حنا عندنا غير هالشيء. خصنا جوج الامنيات باش نصحوا اشنو تيخص. جوج امنيات، امنيه دنيويه امنيه اخرويه. الامنيه الدنيويه اللي تخص عند كل واحد وتربيو عليها ولادكم وبناتكم هي ان تكون وليا لله. جاش الفلوس وقصور هذا، راه شحال تصيب لك بالقصور والمخدرات. ماشي شي واحد في واحد القصر وكنت انا وياه عنده قال لي كان راه جيت معايا واحد الاستاذ قال لي انت ناشط مزيان تبقى تجلس معايا راه الليل ما تيطلع لياش ما تنعش، انا خصني عافاك تنشطني تنعسوش من بعد على الله عز وجل. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. تضرب بقلا ونحشره يوم القيامه اعمى. فاكبر امنيه اللي تتمنى هنا في الدنيا تكون ولي الله. عندك يسحبكم هذوك اللي ماتوا ما اولياء صافي، راه تصيب هنايا اولياء الله ولكن خصوني ما عرفيش. تقول سيدي ربي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. جوج صفات، ايمان وتقوه، انت ولي الله. هذه الامنيه ديال الدنيا. لا مناصب، هادشي كلشي اللي كاين، مناصب، فلوس، دنيا، كلشي هادشي، هذه وسائل. ماشي هي اللي تتحقق السعاده. يمكن تكون عندك السعادة وانت فكوخ. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، الناس يشوفوه غادي يقول هذا سيتعذب، ولكن راه في متعة. لأن الله أصدر أمرا إلى النار فقال لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الناس يقولوا راه في العافية، راه تيتحرق، ولكن هو راه في سعادة. لأن الله غير قوانين الكون فلم تصبح النار محرقة بل أصبحت متعة له. فشحال من واحد يشوفك يقول هذا مرت، ولكن راه انت طايع الله عز وجل راك متع. ها الامنيه ديال الدنيا، حيل هادشي هذا كاع كله، هذه وسائل ماشي هي اللي تحقق السعاده. السعاده هي الرضا ديال سيدي ربي. وغدا يوم القيامه اشنو هي الامنيه؟ وشي تيقول الجنه، شي تيقول الفردوس، شي تيقول كذا، شي كل واحد. اكبر ما يتمناه الانسان غدا يوم القيامه هو النظر الى وجه الله. الجنة حد النفس، لو فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. تشتهي الأنفس هذا غير النفس حد النفس، ولكن أعلى هي وجه الله. باش غادي تلحق ليها؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما كانش ربي يريدون الجنة، وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طب الله عز وجل يكون هذا المجلس هذا سبب ديال الهداية ديالنا جميعا والتوبة ديالنا الله عز وجل. وطب الله عز وجل باش هذا الشيء يكون في الصحيفة ديال هذه الفقيرة ورزق الأهل ديالها الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله.